برات يعني تصير شغلات هنا ورا السيطره، ياخذوننا لابو غريب، ياخذوننا لابو غريب يعني على مود قمرق مع قمرق، يوزن البضاعه وما ادري شلون. يعني هي واول وتالي شغلات يعني قانونيه، مو كلها قانونيه صراحه. شنو هي المو قانونيه؟ انا بسولف المو قانونيه اللي عنده واسطه وعرف يطلع، يطلع يعني ينطي فلوس صراحه وبالطريق يطلع، واللي ما عنده عرف يطلع قبل وتطبق عليه. بعينك ابو واحد حط فلوس؟ اي نعم. شوف يا سيطره بهاي هنا عبور السيطره وقف من جد، اي عبور السيطره ما ادري ايش يسموهم، والله انا ما اعرف ايش يسموهم، يسمونهم الامن الاقتصادي ما اعرف ايش يسموهم. السلام عليكم. السلام عينك. من حضرتك؟ مين جاي؟ من اربيل. من اربيل، اهلا وسهلا. بعض الناس يقولون اكو مثلا تاخير بالسيطرات او اجراء الاجراءات القانونيه تطول. لا بالعكس، اصلا اريدك تحكي بامانه. انت اليوم بالسيطره؟ ماكو اي تاخير، بس تدقيق مجرد على انا حامل اعلام من اربيل، نشوف الختم الحراري هذا شو هو، ويدقق على رقم السياره اسم السائق وتوكل. انا طالع من كركوك الظهر، طلعت الحمد لله سيطره مؤخرا، عندي هذا الوصل الرسمي كتابه طلعه من كركوك وامشي بيه ما حد يوقفني. يعني عندك العفو، عندك يعني الاجراءات؟ الحمد لله كتابي رسمي وطلع من البيطره وحسب الاصول والسيطرات، ماكو فقط توقيع سيطره في الشعب وادخل. اكو تاخير بالسيطره يصير اجراءات قانونيه طويله؟ نوبه نلقي ازدحام ونوبه نلقي فاك ما له علاقه. فقط الازدحام؟ اي بس الازدحام. اكو واحد مثلا في يوم يقول لك مثلا اني يعني مبتز او كذا يعني؟ لا 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 ما في. الاجراءات القانونيه ماشي طبيعي، الامر طبيعي ما في اي اشكال. بس انا ما عبرت، ما تاخرت 10 دقائق ما تاخرت. بس ياخذون اوراق السياره او كذا يعني الاجراءات القانونيه الروتينيه العاديه؟ اي عاده، من حقي انه سنويه واجازه عندك او ما عندك، هاي باي سيطره. انت حضرتك شو محمل؟ انا محمل حصو. حصو؟ نعم. عندك اكيد يعني كتاب انه راح تفوت البغداد اكيد بالناقه يقول لك، لو هي بدون اجراء؟ بدون كتاب، بدون كتاب. ماشي الامر بدون اي كتاب، دخول العاصمه بغداد من الخمسه للخمسه. احنا دائما تجينا شكاوي يقول سيطرات يعني بها اجراءات قانونيه ممكن يعني تتاخر كلش، يعني من تفوت اي سيطره ممكن تتاخر؟ ممكن اتاخر زين، ربما ممكن الروتين اللي موجود بها، يمكن المدخل خصوصا مداخل بغداد اللي يصير بها، فصراحه يعني اكو روتين معقد. روتين معقد، ايش تطلب؟ يعني احنا ايش تتمنى؟ جينا هسه من منطقه غير منطقه، فاحنا نتمنى انه يكون اقل سيطرات موجوده بها، تصير بس بمداخل بغداد. اثنين بالنسبه للسيطرات القبل وبعد اكو هواي مطبات، يعني وكان السيطره اللي موجود هو كاجراءات كاجراءات رسميه هي يعني على عيننا وراسنا، بس تخفف شوي.